طبعا بحط السيجاره اللي بتدخنها دي تحت الحذاء، يقول لك بس بعد ما تدخنها، اقول له لا حطها قبل ما تدخنها. لو يقدر يعمل كده يجيب علبة السجاير ويحطها عشان خاطر اولاده وعشان خاطر الاسره وعشان المجتمع، ان هو هيضر الاخرين اربع اضعاف وهيقتلني انا، ده هيقتلني اربع اضعاف هيقتلني. دكتور هدي ما يحطها النهارده ويرجع يدخنها بكره، لكن هي الفكره ايه الحلول العمليه فعلا عشان المدخنين يبعدوا عن السجاير؟ لان على فكره في ناس بتقعد سنه وسنتين وترجع. بقول لحضرتك لازم اول حاجه ان انا مثلا انا بدخن وعايز ابطل تدخين، ان انا بوعي الناس كلها، بكلم اصحابي وزبايني واصدقائي وغيره، انا خلاص هبطل تدخين بكره بعد بكره بعد شهر، عشان الناس كلها يبقى ده هيخليني ملتزم قوي الناس بالكلمه اللي قلتها. الحاجه الثانيه انا هكتب ليه عقلي على التدخين. شفت برنامج صباح جديد وقالوا لي كذا كذا كذا، وتاكدت من النت لقيت الحاجات دي كلها، مجد الايران التدخين بيقول كذا كذا كذا، فانا لقيت الكلام ده مظبوط، خلاص بقى كفايه كده، عسى الله عما سلف والحمد لله ربنا انقذني، قدرت اخلف قدرت اتجوز قدرت ما حصليش حاجه شلل لسه ما جابنيش الزهايمر والكلام ده الحمد لله. ممكن اقلع، دي حاجه. الحاجه الثانيه في حاجات بتساعد، انا كل ما اكون انا في مكان فيه تدخين يبقى انا همنع التدخين ومش هروح الاماكن اللي فيها تدخين. كل ما انا شايف الطفايه وشايف القلم، انا بمشي الشارع والشارع ده انا بشتري منه كل يوم سجاير، غير الشارع ده، بصحى الصبح بروح السجاير وعلى الحمام، اغير الروتين بتاعي، الحاجات دي كلها احاول اغير الروتين بتاعي، وما صاحبش الناس اللي بتدخن، هغير اصحابي، هصاحب الناس اللي هي بطلت او ما بتدخنش اصلا، بالطريقه دي هكون بايه؟ انا كنت بقى مشتاق ان انا اشرب ميه كتير واقعد امضغ اي حاجه، امضغ البيبان، امضغ اي شيء، وفي حاجات اللي هي فيتامين ايه وفيتامين سي، فيتامين ايه الجزر والحاجات الصفراء، وفيتامين سي الكيوي والبروكلي والبرتقال، الحاجات دي بتساعد مع الاكثار من الماء. طيب يعني سمعني كده مؤخرا عن تقليع زي ما بيتقال، ايه اخبار السيجاره الكهربائيه اللي هي بيتم شحنها وما بتطلعش دخان؟ لا دي السيجاره دي روجتها الصين خلاص، ومنظمه الصحه العالميه اعلنت ان ده خرافه وانها بتقدم النيكوتين، ودي خرافه في خرافه وليس لها اي، هي نزلت مصر بالفعل دلوقتي، هي موجوده في الخليج وموجوده في الدول اللي هو العالم الثالث مش فاهمين حاجه، ولكن منظمه الصحه العالميه اكدت انها ضاره بالصحه وده خرافه ولم يحبذ استخدامها. طب هي ضرر صحه على الفرد، لكن هل هي ضرر بالمحيطين بيه؟ لان عاده لما بيبقى في مكان ممنوع التدخين في ناس بتستخدمها، يعني هتبقى اقل شويه. طب مش بعد كده لا ما هنشجع بيه الناس بتخليها بقى، لا بره وعليها اكس 15 طن. شوف حضرتك كل مركبات التبغ، سواء السيجاره الالكترونيه سواء الحاجات الجديده دي كلها، سواء يقول لك لا طب خد السيجاره، في سيجارات سيجاره للستات الخفيفه اللايت، او يقول لك طب خد ما تشموش، خد خلاص خد في البان انضغوا بس، ده كله بيعمل صفران في الشفه وصغيره وجميع منتجات التبغ. يعني يقول السيجاره اوكي ضاره، واللبان او العلك اللي فيه تبغ ضار، الشيشه 60 سيجاره، السيجار 70 سيجاره، البايب 250 سيجاره، اي حاجه فيها تبغ ان شاء الله حتى حشيناها من بعيد، ده كله ضار وبيؤدي الى نفس الاضرار، 27 مرض مزمن، 5000 مرضى مسرطنه، والحاجات دي كلها متاكدين عليها. هل السيجاره الالكترونيه ممكن يكون ليها اضرار زياده نظرا لانها الكترونيه وبيتم، اذا كان الموبايل احنا بنمسكه كده وبيتقال لي اضرار، هل السيجاره دي ممكن يكون ليها بعض الاضرار الاخرى؟ ممكن محتمل برضه، لكن ما فيش حاجه ثبتت ليها على الاقل. طيب بالنسبه للاطفال زي ما كنا بنقول في البدايه، الدراسه قالت من عمر عامين لعمر اربع اعوام اللي بيكون البيئه ملوثه بيزيد عندهم الاصابه بالالتهابات الرئويه. بس كده التهابات الرئويه اوكي، بس احنا بنزيد نسبه الحساسيه 10 اضعاف. ليه بقى؟ لان الطفل الصغير الرئه عنده بتحتاج حوالي 7 سنين عشان تنمى. يبقى الطفل لحد عمر 7 سنين الرئه عنده مرحله الاكتمال، والرئه عنده صغيره جدا، والرئه دي هي الفلتر اللي هيشوف اي حاجه هيشمها، مش بس سجاير، حرايق، الاتربه، الحاجات دي كلها، الحاجات اللي موجوده في البيوت اللي جنب خرابه، اللي حاطط حاجات في البيت كبير ودجاج والحاجات دي، حيوانات، الحاجات دي كلها هتاثر على قراءه الاطفال. والاحدث بقى كلام من كده يقول لك ان الطفل نفسه في فتره الاجازه دلوقتي، الطفل نفسه الاقل من 7 سنوات انه يقعد قدام التلفزيون اكثر من ساعتين يخلي نوع من السكون في الرئه بتاعته، فيؤثر سلبيا على التطور المناوي الرئه، يخليه جوه حساسيه اكتر واضعاف اكتر. يبقى احنا نحافظ على الاطفال، يا ريت والله فتره اللي هي الطفوله دي لحد عمر 7 سنين من اي حاجه ما هتدخل ممكن تؤدي الى تاثيرات عكسيه في المستقبل، سواء التهاب رئوي، سواء حساسيات، او للاسف حتى سرطانات. مشكله كمان كبيره ممكن سواء تويست على المدارس كتير جدا، الصبح الاطفال بتحط رايحه المدرسه ومحدش جريان، وهم كلهم مساكين ومش جريان، ما يقدرش يقولوا لا، مش دافع عن فلوسهم، وسواء تمشي يدخن. فانا بوجيه بكل المدارس وبكل اولياء الامور يخلي بالهم من السواقين، السواق اللي حاطط علبه في جيبه،
السواق اللي باين في الاتوبيس بيبيع عقار السجاير ده خطر على اولادنا. نعم دكتور مجدي بدران عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه، انا بشكرك وان شاء الله كل مصر تبطل تدخين.